أما من محافظة المفرق ينضم إلينا مراسل المملكة أنس الحرحشي. أنس، بعد التحية، يعني كنا قد استمعنا إلى مراسلة المملكة من العقبة، قالت بأنه اليوم لم يتقدم أي من القوائم للترشح، بينما اليوم الأول كان فيه زخما لنقل بالقوائم. كيف هو الحال في محافظة المفرق؟ نعم سندي، محافظة المفرق تضم دائرتين انتخابيتين، هي دائرة المفرق الانتخابية ودائرة بدو الشمال. نحن الآن متواجدون في مقر لجنة انتخاب دائرة المفرق. حقيقة هذه الدائرة تضم نحو 110 آلاف ناخب موزعين على 297 مركز اقتراع، على صندوق عفوا، موزعين على 77 مركز اقتراع. الدائرة الانتخابية في محافظة المفرق سجلت فيها 6 قوائم في اليومين الأولين، أول يوم 3 واليوم الثاني 3، واليوم لغاية الآن لم تسجل أي قائمة مع قرب انتهاء الموعد الذي بقي عنه نحو 3 ساعات فقط. للحديث أكثر عن سير الإجراءات في اليومين السابقين ينضم إلينا الدكتور جاسم الخطيب، رئيس لجنة الانتخاب في إدارة المفرق. دكتور مساء الخير، نتحدث عن سير الإجراءات خلال اليومين الماضيين. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. كما تحدثت أخي، في اليوم الأول تم تسجيل 3 قوائم انتخابية ضمت 12 مرشحا، وفي اليوم الثاني تم تسجيل 3 قوائم انتخابية أيضا ضمت 14 مرشحا. هذا اليوم تم إضافة مرشحين اثنين إلى إحدى القوائم ليصبح مجموع الكلي للقوائم 6 قوائم بواقع 28 مرشحا. نتحدث اليوم ما التالي الآن؟ في هناك عملية قرعة لأرقام القوائم، وما الإجراءات التي ستتبعها الهيئة ما بعد ذلك؟ نحن الآن يعني حتى الساعة الثالثة والنصف نهاية الدوام هذا اليوم نستقبل ونسجل أي قائمة انتخابية. في تمام الساعة الثالثة والنصف تنتهي عملية التسجيل، وسيتم إجراء القرعة لتحديد الترتيب القوائم بناء على الدفاتر الانتخابية. طيب، إذا ما تحدثنا عن انتهاء فترة الترشح وبدء الدعاية الانتخابية، إجراءاتكم في المتابعة بعد ذلك للدعاية الانتخابية التي ستبدأ بعد انتهاء الترشح؟ هنالك شكل لجنة مشكلة لهذه الغاية تضم 4 أعضاء من الكادر الانتخابي، يضاف إليهم مجموعة من الأشخاص من البلدية والبلديات، الأشغال العامة والأمن العام، ضمن ما يعرف باللجنة التنسيقية، لمراقبة ورصد وإزالة أي مخالفات إن كانت موجودة في الدعاية الانتخابية. شكرا جزيلا الدكتور جاسم الخطيب، رئيس لجنة الانتخاب في محافظة المفرق. إذا ساندي، كما استمعنا، يعني 6 قوائم سجلت في محافظة المفرق لغاية الآن، بقاء نحو 3 ساعات إلى انتهاء الفترة المسموحة فيها، 28 مرشح من لهذه الست قوائم يتنافسون على 4 مقاعد، وبالإضافة إلى مقعد للكوتا النسائية في دائرة المفرق الانتخابية. كما ذكرت أيضا هناك دائرة انتخابية أخرى هي دائرة بدو الشمال في محافظة المفرق، سنتحدث عنها خلال الظهور اللاحق، وعن أعداد الناخبين ومراكز الاقتراع والصناديق أيضا، بالإضافة إلى عدد القوائم في تلك الدائرة. نعم، ونتابع معك أولا بأول أنس الحرحشي مراسل المملكة من محافظة المفرق، شكرا جزيلا لك أنس.